طالب العلم لا يسفه آراء العلماء الجهابذة. يعني أحد طلاب العلم وهو صغير جدا في سن 20 ينقل عن قضية الجمع في الغبار والتراب وأن الفقهاء لم يقولوا بهذا، وإنما قالوا بالجمع في وقت الريح إذا كانت باردة، وجلس يتحدث ويكتب عمن قال بالجمع بالتسفيه وبعدم الفقه ولا يفقه ولا يفهم ما قاله العلماء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى هذا في شرح الممتع، فقلت له على طالب العلم أن يعرف قدره وأن لا يسفه آراء من قبله، لأن هذا من المصائب. فإن كان لا يعلم بآراء هؤلاء العلماء فهذه مصيبة أكبر وأعظم. ثم أيضا قلت ما الذي أباح للفقهاء أن يقولوا بالجمع في الريح الباردة في الليلة المظلمة؟ ما الذي أجاز لهم أن يقولوا بهذا؟ وأوسع المذاهب في الجمع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هو مذهب الإمام أحمد، فما الذي جعلهم يقولون بالجمع هنا وعدم الجمع هنا؟ لأنه ربما لم يأتي غبار في زمنهم مثل هذا الغبار الذي يأتي في مثل هذه الأزمان. فالقضية دائرة على المشقة، متى ما وجدت المشقة ووجد الحرج فيجمع، غبار، مطر، أي شيء مما يحصل الإنسان به الضرر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم، جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس لما؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني متى ما وجد الحرج فيجمع. وكما يستدرك على جهابذة من العلماء، وهذا وارد، فلتحسن انتقاء الأوصاف والألفاظ المناسبة وتبحث لهم عن عذر. كما يستدرك على هؤلاء، من أنت؟ إما طالب علم أو طويل بعلم، من باب أولى أن يستدرك عليك وأنت في صغرك أو فيما يستقبل. لأن هؤلاء العلماء لو نظر الإنسان إلى علميته يقول يمكن لو ضللت الدهر كله يمكن ما أصل ما وصلوا إليه. ليس تحطيما لجهد طالب العلم، لكن ربما لأن هؤلاء يعني كما يقال جوزوا القنطرة، يعني شهد لهم برسوخ العلم. ولذلك من باب المشقة في الجمع في عرفة وفي مزدلفة، قد يكون من أسباب الجمع، لأنه يقال الجمع في عرفة وفي مزدلفة من النبي صلى الله عليه وسلم قيل بأنه من أجل السفر وقيل من أجل أنه نسك. قد يقال أيضا من باب المشقة، لأنه هو والصحابة رضي الله عنهم هم في مكان واحد، لا في عرفة ولا في مزدلفة. لكن لعل أيضا من الأسباب التي دعت إلى ذلك أن جمعهم مرة أخرى فيه مشقة. فليكن طالب العلم ينطلق من حيث تنطلق القواعد الشرعية حتى لا يدخل عليك. أنت أبحت هذا، هذا لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أبحته؟ ولذلك يقول الغبار وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع. طيب أنا أقول المطر وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأين الدليل الصريح على أنه جمع في المطر؟ ما في دليل إلا حديث ابن عباس. أما دليل أنه صلى في ليلة مطيرة ويذكر الفقهاء، هذا حديث ضعيف جداً.